الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اسناد نعم بلغي بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية عن جابر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الأحاديث كلها تبين لنا فضل بناء المساجد، وأن الله جل في علاه تفضل على العباد بشكر أعمالهم، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ثواب عظيم عميم. وهنا في قولي بنى الله له تعالى مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة الحق كما قلنا بأن الأسماء ما بين الجنة وبين ما في الدنيا ما هي الأسماء، فقط الشرط في الأسماء، الكفية لا يعلمها إلا الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وفيها أن الله جل في علاه يكافئ العبد المزيد، ما قدم عبد لله جل في علاه شيئا إلا وأن الله جل في علاه كافأه بذلك المزيد. فإذا بنى أحد مسجدا كان عثمان بن عفان يعني لما تطاول عليه الرعاع كان أنكروا عليه أنه وسع المسجد النبوي هذه التوسعة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى له مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية توضح الأصل في ذلك من بنى له مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال العلماء هل إذا بنى مسجدا يكتب عليه اسمه كان يقول مسجد فلان؟ جمهور العلماء كره ذلك وقالوا هذا أقرب إلى الرياء، لذلك بوب البخاري قال باب هل يقال مسجد بني فلان، وروى حديثا على ذلك وحديث قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق. الحق أننا لو نظرنا إلى نظرة فقهية فإن إحالة وإضافة الأعمال إلى من أنشأها إلى من عملها من الدين، ومن عدم بخص حقوق الآخرين، ونسبة المسجد لبانيها ما دام قد أصلح النية فلا شيء فيها. شريطة ألا يقع في الرياء والسمعة وحب القصد وأن يشار إليه بالبنان لا يعمل ولا يتقدم ولا يتأخر إلا لله جل في علاه، فمن اجتهد وبنى مسجدا لله جل في علاه ولو كمفحص قطاء بنى الله له مثله في الجنة. وهذا معناه أنه لو تناهى في الصغر البناء فإن له في ذلك الأجر، فإنه ما قامت الصلاة إلا وكان له فيه الأجر، وما عقد فيه مجالس العلم إلا وكان له فيه الأجر، وذلك فضل من الله جل في علاه أن يضع المرء في ماله أو من ماله ما يكون صدقة جارية له، فأعظم الصدقات الجاريات صدقة المسجد. قال باب تشييد المساجد. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو ثقة، حدثنا حماد بن سلمة جرير القدر قال ابن معين من تكلم على ابن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني. ده في باب تشييد المساجد. بعد هذا الباب أعتذر إليكم المساجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه نبدأ في باب تشييد المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم هذا الباب حتى يتباهى الناس في المساجد.
هذه علامة من علامات الساعة كما بين ابن عباس وغيره. وابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم يعني تزغرفونها بعد كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. هو مسبق لقوله صلى الله عليه وسلم سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فان يعني فان غيرهم تشييد المساجد يعني تشريف المساجد وتعليد بنائها. فالحديث هنا أن التباهي بالمساجد من علامات الساعة وقد ورد ذلك صريحا في رواية النسائية وابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا في أشراط الساعة قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تبييض المساجد وتحمير المساجد كما ترى الآن زخرفة المساجد ونقشها وتزويقها نهى عن ذلك. قال تشغل المصلين وتلهيهم عن صلاتهم وفيهم الفتنة. ولذلك قال ابن عباس أنها ستكون مزخرفة كما هي كما كانت في اليهود لكن لن تجد عمارا. وقد أمر عمر بن الخطاب ببناء المساجد كما في صحيح البخاري قال أمر عمر بن الخطاب ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر أو قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وأن تصفر. فزخرفت المساجد من الملوك والرؤساء أمر مشتهر في زماننا يتباهون بنقوشها وبما فيها من الأنوار وأيضا بما فيها من الكتابات وبما فيها أيضا من أبواب مطلية بماء الذهب. كل ذلك من علامات الساعة وكل ذلك منكر لم يقره الشرع بل أنكره بشر به وأنكره. وأغلب المساجد التي هي كذلك قد تشيد رياء وسمعة والله لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالص الوجه. ولذلك قال من بنى الله مسجدا ابتغاء وجهه من بنى الله مسجدا ابتغاء وجهه. فهذا الأصل أن يكون ابتغاء وجه الله جل في علاه حتى يقبل عند الله. هم انشغلوا الآن بتطويل المساجد أدوار عالية نعم وحتى السنة لا تقام فيها يعني المساجد تبنى عالية والنساء يكون لهن مكان في المساجد وصلاتهن خلف الإمام لا تصح والإمامة لا تصح الاتباع في الإمامة لا صح. لم يفعلوا شيئا لكي تصح الصلاة من فتح قوة يرى فيها الإمام أو يرى صف من صفوف الأئمة ويسمع فيها الصوت من دون الميكروفونات لم يفعلوا ذلك بل أمعنوا في البعد عن الاتمام. وهذا فعلته اليهود والنصارى فكانت البيع والصوامع للمباهاة فيها الرياء والسمعة وليست لي عبادة الله جل في علاه. وذلك باب الإمام ابن خزيمة في صحيح باب كراهية التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها عن أبي قلابة الجرمي قال انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد. قالوا أي مسجد؟ فذكرنا مسجدا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا أو قال يعمرونها قليلا. وهنا قال يتباهى وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما سيقع في المساجد حتى في المساجد قال لا تستغرفنها كما زغرفت يهود. فكثير من الملوك والأمراء في القاهرة وفي الشام وفي بيت المقدس وفي مكة وفي المدينة تراهم يشيدون المساجد تشييدا عظيما يشكرون على ذلك لكن عمار المساجد يقلون فتكون نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علماؤنا إذا زخرفتم مساجدكم بالنقش والتزويق والتحمير والتصوير وزينتم مصاحبكم بعلاقة الذهب ووعاء الذهب والفضة فالدمار الدمار
فالدمار الدمار، لأنه انشغال تام بالدنيا مع ترك الآخرة، انشغال تام بالدنيا مع ترك الآخرة، ومن كان هذا حاله لا يستفيق. فإذا أيضا من علامات الساعة زخرفة المساجد، من علامات الساعة كتابة الأسماء على المساجد، من أسماء الساعة، من علامات الساعة أيضا المبالغة في ألوان المسجد أو ألوان سجاد المسجد، كل ذلك يلفت النظر وما يجعل الإنسان يصلي إلا مشوشا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وصلى، وجد وهو يصلي الستور المعلقة فنزعها، قال نحي عنا خرامك هذه، ألهتنا أنفا عن السواد، بل قطعها. ولأن كل ذلك يشغل القلب، ممكن رجل يجلس يعدد الأسماء المكتوبة فقط ولا ينشغل حتى بما هو فيه من المسجد من استغفار وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك. إذن هذا الباب الثاني، الفوائد المستنبطة. فإذا الأولى، على ما تعمل تكون مكافأة الله لفعلها جزاء نفاقا وأجرا طباقا، من بنى مسجدا لله بنى الله له مسجدا. فوائد أيضا، الإخبار بالغيوب والمعجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الإخبار بالغيوب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن الكونية اتباع الأمم السابقة، من السنن الكونية اتباع اليهود والنصارى، وقد ورد في حديث فيه ضعف ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. إذن هذه الزخرفة قد تكون جائزة وقد تكون مكروهة أو محرمة، تكون جائزة إن لم تلفت الانتباه لشيء آخر وإن لم تشغل المصلين عن صلاتهم. نعم، فوق ذلك تكون محرمة. عليكم السلام. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. ساعة كبيرة جدا ولا يعقد فيها درس واحد، صارت مساجد كبيرة جدا 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 ما يعقد فيها ولا درس واحد ولا يقام فيها أي شيء مما يحيى الله به القلوب. هذه مشكلة كبيرة. أعمل في بيع الأجهزة بالتقسيط، زملائي وطلبت مني زميلة نوع تليفون ووصفته لي، وهذا التليفون حديث لم يتم نزوله بالأسواق، ويوجد عرض خاص عند حجزه يتم دفع 500 جنيه ليتم استلامه ومعه هدية، أما إذا اشتريت بزوري بالأسواق قسط لا يكون معه هدية، هل تكون هدية من حقي في حالة حجزي ودفع المقدم؟ نعم، من حقك أنت البائع مش من حقها هي، من حقك أنت، ولك أن تبيعه لها بالهدية ولك أن تبيعه لها بغير هدية ولا تبيعه لها بغير هدية. الأذان بمعنى دخل الوقت، إذا دخل الوقت في الأذان خلاص يصح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.